الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ضوء بصري والحدقه باقيه. هنا احنا انظر، انا بديك مع كل باب بعض الاساسات التي انت مسكت بها هذه الامور تكون ايسر ما تكون عليك. قلت لك تعرف اولا العضو، وبعد العضو ايش؟ المنفعه، وبعد المنفعه الموضع الجمالي او المنظر الجمالي. كل له تأقيت في الشرع بحقه، كل له تأقيت في الشرع بحقه. وإن جنى عيني أو رأسي فذهب ضوء بصره والحدقة باقية، وجبت عليه الدية، لما روى معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البصر 100 من الإبل. ولأنه أذهب المنفعة المقصودة بالعين فوجب عليه أرشها كما لو جنى على يده فشلت. العين لها وظيفة عظيمة جدا، وظيفة العين هو البصر. وإن أذهب البصر من إحدى العينين وجب عليه نصف الدية كما لو أشل إحدى اليدين. وإن قلع عينا عليها بياض، فإن كان على غير الناظر أو على الناظر إلا أنه رقيق يبصر بها من تحته، وجب عليه جميع ديتها، لأن البياض لا يؤثر في منفعتها وإنما يؤثر في جمالها، فهو كما لو قطع يدا عليها تآئيس. وإن كان لا يبصر لن يجب عليه الدية، وإنما تجب عليه الحكومة. نمال الموت هنا، نعم. وإن نقص بصره بالبياض وجب عليه من ديتها بقدر ما نقص، المسألة على النسبة والتناسب. فرع إن جنى على عينه فذهب ضوها فأخذت منه الدية ثم عاد ضوها وجب رد ديتها، لأن علمنا أنه لم يذهب ضوها. وإن ذهب ضوها، وقال رجلان من أهل الخبرة ترجى عودته، فإن لم يقدر ذلك إلى مدة لم ينتظر، وإن قدره إلى مدة نظر إلى مدة انتظر، فإن عاد الضوء لم ترب الدية، وإن قضت المدة ولم يعد الضوء أخذ الجانب موجب الجناية. يعني هنا القروش في هذا الباب تقدر، كما قلنا الموضع المنفعة أيضا موضع الجمالي. وإن مات المجنى عليه قبل انقضاء تلك المدة لم يجب القصاص، لأنه موضع شبهة. وأترب عليه الدية من أصحابنا من قال فيه قولان كما قلنا بالسن، ومن قال ترب الدية قولا واحدا، لأن عود الضوء غير معهود، والصحيح الرأي أنه ترب الدية في ذلك ولا تكون هدرا. فرع وإن جنى على عينيه فنقص ضوءهما، نظرت، فإن عرف أنه نقص نصف ضوئهما بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها وجبت عليه نصف الدية، وإن لم يعرف قدر النقصان وإنما ساء إدراكه وجبت عليه حكومة، وإن نقص بصره في إحدى العينين وجب عليه من دية تلك العين بقدر ما نقص من ضوئها. وإن أمكن معرفة قدر ذلك، قال الشافعي رحمه الله تعالى: والإمكان أن تعصب عينه العليلة وتطلق الصحيحة ويقام له شخص على ربوة من الأرض، ثم قال له انظر إليه، ثم يتباعد الشخص عنه إلى أن ينتهي إلى غاية القول. هذا اسمه الاختبار الرؤية. اختبار السمع أيضا يفاجئه بشيء إن أذني، فإن تحرك علم أنه يسمع، غاية أن يقول لا أرى إلى أكثر منها، ثم يعلم على ذلك الموضع ويغير عليه ثياب الشخص لأنه متهم، فإذا غير عليه وأخبر به علمنا صحة ذلك، ثم تطلق العين العليلة وتعصب الصحيحة ويوقف له الشخص على ربوة، ثم لا يزال يبعد عنه إلى الغاية التي يقول أبصره إليها ولا أبصره إلى أكثر منها، فيعلم ذلك الموضع ويوقف له الشخص من جميع الجهات. فإن أخبر أنه يبصره على أكثر من تلك الغاية أو أقل علمنا كذبه، لأن النظر لا يختلف اختلاف الجهات. شوفوا انظر هنا، هذه مادة اختبار فقط، كل الذي يفعله هنا مادة اختبار. فإذا اتفقت الجهاد علمنا صدقه، ثم ننظر كم الغاية الثانية من الأولى، فيؤخذ الأمر بالأرش على القدر النسبة، نسبة الفرق بين إثبات النفي هنا في هذا الباب. الفقهاء ما تركوا شيئا ولا شريدة ولا وردة حقا إلا أتوا بما يذهن العقول في الوصول إليه. فرعون وإن جنى على عين صبي أو مجنون، فقال أهل الخبرة قد زال ضوءها ولا يرجع عوده، ففيه وجهان. تعرف الوقت، وإن جنى علينا صبينا ومجنون، فقال أهل الخبرة قد زال ضوها ولا يرجع عوده، ففي وجهان، أحدهما
يحكم على الجانب بموجب الجناية، لأن الجناية قد وجدت فتعلق بها موجبها. الثاني لا يحكم عليها بموجبها حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ويدعي زوال الضوء لجواز أن الضوء لم يذهب، والاختبار هنا كاشف. وإن جنى على عين رجل فشخصت ارتفعت أو احولت ولم يذهب من ضوئها شيء وجبت عليه الحكومة، لأنه أذهب جمالنا أذهب جمالا من غير ذهاب منفعة. وإن قلع عينا قائمة وهي العين التي ذهب ضوءها وبقيت حدقتها وجبت عليه الحكومة دون الديان، لأنه أذهب عضوا فيه جمال غير منفعة. رواية أيضا فرع وإن قلع الحاجبين ولم تجب فيهما الديان، قال أبو حنيفة تجب فيهما الديان لأن فيها جمالا من غير منفعة فلم تجب فيها الديان، والحق أن فيها حكومة. ولما فيها حكومة؟ فيها حكومة لأنها منطق جمال، موطن جمالي. رأيت قلنا العضو المنفعة الجمال، وكل له وكل حد له تأقيت معين من قروش الدية. مسألة وتجب في الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية، كل شيء منه بديل فهو يكون فيه نصف دية وبهما الدية الكاملة. أبي قال أبو حنيفة أحمد رحمه الله تعالى، وإحدى روايتين عن مالك رحمه الله تعالى، قال مالك في الرواية الثانية لا تجب فيهما إلا الحكومة، وحكاه أصحابنا الخراسانيون قولا آخر للشافعي وليس مشهور. روي عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال وفي الأذن 15 من الإبل، والحق أنها فيها 50 من الإبل. والدليل على ذلك ما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الأذن 50 من الإبل، وفي الأذن 50 من الإبل، فدل على أنه يجب فيهما 100 من الإبل. وذلك ورد عن عمر بن الخطاب عن ابن أبي طالب رضي الله عنهما ولم يخالفهما أحد بعد ذلك، فكان كأنها على الإجماع السكوتي. فرعون وانقطع بعض الإبل فدل على أنه يجب فيهما 100 من الإبل. وذلك ورد عن عمر بن الخطاب عن ابن أبي طالب، لأنه يمكن تقسيط الدية عليها وإن جنى على أذنه فاستحشفت أي يبست، ففيها قولان أحدهما يجب عليه ديتها كما لو جنى على يده فشلت، والثاني لا تجب عليه إلا الحكومة لأن منفعتها باقية مع استكشافها وإنما نقص جمالها. وإن قطع أذنا مستخشفة فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال إن قلنا إنه إذا جنى عليها فاستخشفت وجبت عليه الدية، وجب هو ها هنا على قاطع المستخشفة الحكومة كما لو قطع يدا شلاء، وإن قلنا هناك لا يجب عليه إلا الحكومة وجبها هنا على تقطيعها ديتها. قال الشيخ أبو حامد هذا تخليط لا يحكى، بل تجب عليه الحكومة قولا واحدا كما قلنا في من طلع عينا قائمة أو قطع يدا شلاء، فتكون هنا الحكومة في هذا الباب لأن المنفعة قد ذهبت. وإن قطع أذن الأصم واجب عليه ديتها لأن ذلك لأن ذهب السمع إلا في الرأس لا في الأذن، بل ولأنه كما قلنا العضو باقيا في مكانه ففي موطن جمال، وبقاء العضو أيضا في إشارة على ديته. مسألة ويجب في السمع الدية، يعني لو الأذن باقية وأذهب السمع فله الدية. رأى معاذ رضي الله عنه وارضاه أن النبي قال وفي السمع الدية، وهذا الأصل في ذلك النص. ورأى أبو المهلب أن رجلا ضرب رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، فقضى فيه عمر رضي الله عنه وارضاه بأربع ديات وهو حي لا مخالف له في الصحابة. فإن أذهب سمعه من إحدى الأذنين وجب عليه نصف الدية كما لو أذهب الضوء من إحدى العينين. فإن أذهب سمعه فأخذت منه الدية ثم عاد السمع وجب رد الدية وأكون له الحكومة فيما نقص من ذلك السمع، يعني السمع يعني نقص السمع أو قل، فيبقى إذن وجب عليه الأرش في هذا. لو في أسئلة تفضلوا. لله الحمد والمنه يا رب يا سرعة. بين أنا أصلا خادم، كيف أرتقي لهذه المنزلة التي قلت فيها عودية الله؟ كيف أعاتبك على هذا القول؟ أنا طلبة العلم كلهم فوق رأسي لآلئ منصورة، الله يرضى عنهم يا رب، الله يرضى عنهم يا رب، ونسأل الله أن ينفع بهم. رضي الله عنك سلفي على ما تفعل من الخير لنا ولإخواننا من طلبة العلم، لا حرمنا الله من فضلك ولا حرم الإخوة من هذا الفضل العظيم. نعم أنا كررت لأنه متصل بما بعده، بوركت يا سلفي.